بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. عمي حجر أقسم بالله العظيم بمشي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. شفتوا؟ الله أوقاتكم على المحبة والخير يا حبايبي. يسعد مساكم جميعا، نحييكم تحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي لا تنسونا صلاة النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. دائما نذكر رب العالمين أحسن من كل شيء يا حبايبي. طبعا احنا اليوم يا حبايبي على باب مدخل أحد المقابر، راح نفوت عليهن. احنا راح نبحث أكثر من موقع تحت باطن الأرض حتى نصل القبر الأسود. هذا القبر الأسود موجود به الحجر الأسود مشان نقدر نفك مسناس من هذا الواد يا حبايبي. لكن لا تنسونا من دعوتكم يا حبايبي، وأنا متوكل على الله. هسه بترككم أخوي أشرف يمسي عليكم يا حبايبي، وأنا متوكل على الله، بدي أشوف شو تحت باطن الأرض حتى أحصل على القبر الأسود. ودعوتكم لا تنسونا إياها، ربنا الحامي، ودعوتكم دام تشفعنا من هذا المواقع الخطرة إن شاء الله. طبعا بعد رب العالمين، الله يسعد بساكم جميعا ويسعد أوقاتكم. طبعا بدنا تفاعلكم على الفيسبوك بالمشاركة وبالتعليق وباللايك، وبدي اياكم كل جماعة الفيسبوك يكتبوا تم على التعليقات لزيادة تفاعل، لأنه بالأخر فترة لأنه حكينا عن غزة للأسف تم ضرب السفارة. يا جماعة الخير، اليوم مغامرتنا غير كل المغامرات. هذيك المرة رحنا على المنطقة وشفتوا لنا شو طلع لنا الحصان اللي هو حصان المرصود. اليوم احنا رايحين على الكهف، شوفوا كيف العمو وحياري بده ينزل. هاي المنطقة اليوم اللي احنا رايحينها بإذن الله، ان شاء الله رب العالمين يرزقنا ويوفقنا ونلاقي اللي هو القبر الأسود والأشياء اللي بالقبر الأسود. خلينا نتوكل على الله، دعائكم أهم إشي، والصلاة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله وعلى بركة الله توكلنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، ومن توكل على الله كفى. بسم الله. يا الله انت انتبه، دير بالك وما عليك بالباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا قاعدين بندور على القبر اللي مدفون به الحجر الأسود. بسم الله. شوف. في صوت؟ في صوت. عم يشوف هاي المنطقة هاي. مشي صح؟ أشكال غريبة عجيبة. والأشكال غريبة عجيبة. قلت كيف هاي؟ كيف معلقة؟ طب ليكون هذا ران عمه وحياري؟ صح؟ كيف شكلها؟ صح؟ بحكي صح ولا أنا غلطان؟ اسمع، القبر ترى مش هون، بس خليني أشيك على الموضوع. ترى بي حجر، صبرك علي. ها يلا قول يا رب. أي حجر هذا؟ دير بالك أهم شيء. بسم الله. فاضي تحت؟ فاضي. بسم الله. اوعى. اوضيني اوضيني مزبوط. هذي هيك أيوة، لا تحط الكشاف على الخمس. يلا دير بالك. ما شاء الله ما شاء الله. طب دير بالك اجرك، دير بالك اجرك. ناش نبين الشاكوش هسه بضربونا. ما بحياري، شيل الشاكوش، شيل الشاكوش يا عمي. شيل الشاكوش. شو هذا؟ أنا بشيل، لا أضرب بالشاكوش هسا بضربونا بهذا، بيعتبروا إنه. اسمع. إيش هي؟ شرف، لازم نأخذ الجانب الثاني من غاد. طيب يلا قول يا رب، قول يا رب. لازم نطلع هدفنا قبل. طيب يا الله، أنتوا كيف المنطقة أنتوا؟ طبعاً المنطقة مش هون. لا ما بحيا رجال إنه المنطقة. المنطقة. اطلع يا ما بحيا، اطلع. تقلع تشغل
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، سبحان ربي عبد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. شو الوضع كيف؟ والله الوضع. بسم الله. كيف تنزل؟ أعطيني كاميرا. شرف. هاك. انزل. انزل كيف بدي انزل عليك؟ هي الكاميرا كلها. رجوا يا اخوان. زي ما انتم شايفين ترى برضو موقع مش هذا. زي ما انتم شايفين ترى هاي مطمومة راح تغلبنا واحنا نفوت جوا، بس لكن الموقع مش هو. زي ما انتم شايفين يا اخوان شوفوا تفرجوا كيف بطن الارض. احنا رايحين ندور على القبر الاسود، احد المواقع اللي انا راح افوت عليها ان شاء الله ان الاقيه مشيئه الله. زي ما انتم شايفين يا اخوان ترى الواحد نفسه تحت بطن الارض بضيق عليه، لكن شو بدنا نسوي؟ هيك مغامراتنا. سامعين الصوت؟ ها سامعين يا اخوان؟ انا متوكل على الله، انا متوكل على رب العالمين. زي ما انتم شايفين هاك يا اشرف، مش الموقع هذا. امسك لي الكاميرا. هو الاجزاء كراسي احد القبور مطيولات. زي ما انت شايف هذا قبر. شوفوا يا جماعه هذا قبر، هذا قبر صغير وهذا قبر اكبر. بيجي هذول بيجين داخل الصخر من جوا داخل الكهوف. احد ما هي كلها مقابر، ما احنا فايتين عليها مقابر، لازم ناخذ شارك فيها كل ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نحافظ يا عمي على الهدوء، لانه بيقول لك اذا بينت لهم انك خايف بضربوه. بسم الله. اوعى. اعوذ بالله الفرجيم. هون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فقد هذا المكان ان شاء الله. دعائي منطقة الارض. طبعا على حكاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على حكاية الاختيار الألغاز قال إنه منطقة هون، بس إحنا مش عارفين أي قبر نفوت وأي منطقة. بسم الله. بسم الله. بسم الله. هذا كهف شكله مقصود، أنا بلشت الحركة شي هون. طيب قول يا رب ودير بالك. لا تنزل وراي يا أخوي أشرف، بس أتأكد من الموضوع. يلا. مشان سمح الله ما يصير علينا اثنين مع بعض. يلا قول يا رب. واحد يضرر. ها. بسم الله. بسم الله. أعوذ. ها. دير بالك. اتوكل على الله. في صوت؟ هذا بكلمة الله. ترى في فراشة. ايه. ان شاء الله يا رب رزقه. ان شاء الله. روح. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. توكلت على الله. يا الله. بسم الله. بسم الله. قوت يا اشرف توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا كيف بدي افوت يا جماعه الخير. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. عمي حجر اقسم بالله العظيم بمشي. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. شفتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هيدي صوت جوا. بسم الله. شرف. شو عمي؟ قرب الكاميرا. هاي نقطة صوت قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع دقيق الصوت. أعوذ بكلمات الله التامات. تنهار علينا يا عمي التراب شكله.
بالله كلمات الله التامات من شر ما. رش يا عمي مي انت صبرك خليه بدي يعني يبين شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دير بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات الله التامات من شر ما. بسم الله الرحمن الرحيم. وين صوت صابون؟ الصوت كل شيء قاعد يا عمي. عمي ترى هاي شايف التراب قاعد بنهال. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. هات المي هات المي عمي هات المي بس اعطيني المي اعطيني المي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا حول ولا قوه الا بالله. عم ابو حياري هاي ثالث موقع صرنا فايتينه. شو على الله ختيال الغاز قال راح تتوه بالبدايه بس راح تلاقوه القبر الاسود في الحجر الاسود. طيب هاي قبرين هذا الثالث هذا الثالث. ها خلني اتوجه. ها هذه بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو في ترى الموقع هذا كمان مسكون. مسكون اه مسكون. اسمع خلني اتوكل على الله وروح على القبر الرابع يا من لاقيه يا من لاقي بالقبر هذاك. واحد من القبور هذول لازم يكون القبر الاسود. تعال يلا قول يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة معي معاك؟ اه معي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الله يحمينا. توكل على الله سمي بالله. بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكل على الله. اطلع اوعى دير بالك بس. بسم الله بده كيف زي درج نظام درج. يا الله بسم الله حلو كلمتي عم يدقش هسه بضرب بضربونا خليهم يطلع مهم مضاربين مضاربين يا زلمه مضاربين. بسم الله تعال وين هسه بدك تروح؟ القبور والله يا جماعه الخير ايوه مصيبه فيش اكسجين ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القبر الرابع قلت كيف هذا بده فتح وفي قبر هنا كمان هذول قبور جنب بعض. يلا قول يا رب. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بالله بسم الله بسم الله اعوذ بكلمات الله التامات. الرابع طب انت قلت لي خمس قبور قال لك يا الغاز هسه احنا فتنا هناك كم قبر فتح. ثلاثه ثلاثه اربعه الخامس. طب انت عارف وين الخامس؟ احد الخمس قبور فيهم القبر الاسود اللي فيه الحجر الاسود. ركز معي يا اشرف تفرج. طيب تمام هذا القبر الرابع. القبر الرابع لازم نكتشف الاربع الخمس قبور ندخلهن لازم ليه احد منهن في قبر الاسود. قبر حلو. الاسود يملك الحجر الاسود من احد القبور الخمسه. حلو ماشي معك. بسم الله بس سمي بالله سمي خذ بالله خذ كلمات الله التامات. لا ان شاء الله ما حد يضربك معاش ولا كان اللي يضربك ولا معك. دير بالك بس. ما شاء الله. دير بالك بس. ترى قل لك اختيال الغاز انه في قبور وهمية صح؟ الو كيف حالك؟ قال لك اختيال الغاز انه في قبور وهمية؟ ما هو احد منهن احد منهن قبر الاسود تمام. احد الخمس القبور ما قال لي هذا وهمي ولا هذا احد منهن واحد بي يعني من الخمسه في قبر في الحجر الاسود باحد القبور الخمسه. يلا قول يا رب. دير بالك اهم شيء دير بالك ما شاء الله. شو؟ الله أعطيني كاميرا. أعطيني كاميرا. هاك يا عمي صور لها. طبعا يا أخوان خلينا نشوف فرج يا أخوان. بسم الله هذا القبر الرابع هن خمس قبور وأحد القبور الخمسة فيهن الحجر الأسود بالقبر الأسود.
برضو والله يا أشرف من الشاطئ. هذا الفحل الفخ. أيوة هذا برضو مشوا. هدفنا كمان مشوا يا إخوان. عم صور طولي بالعرضي. آه والله صور طولي. صور طولي والله يا أشرف. ترى يا إخوان زي ما أنتوا شايفين هاي هي بطن الأرض وشغلات بتخوف تحت بطن الأرض. هاك يا أشرف. خلاص هيك بدنا برضو مشي. بدنا نروح هيك ختيان الغاز. آه لازم نرجع. طيب جماعة الخير يسعد أوقاتكم جميعا. رح نرجع ختيان الغاز لأن القبر الخامس فعليا مش دالينه. لقينا الأربع قبور ظل القبر الخامس. رح يرجع العم أبو حياري على ختيار الألغاز بإذن الله المغامرة الجاي. ولكن بدنا منكم همتكم معنا جماعة اليوتيوب مش مقصرين، وبدنا همتكم كمان جماعة اليوتيوب باللايكات، وبدنا همتكم يا جماعة الفيسبوك بالشير وبالتعليق وبكلمة تم. استودعكم الذي لا تضيع وداعه، وإن شاء الله بنرجع لكم بمغامرة جديدة. السلام عليكم.